السلام عليكم. واخيرا رجع جيم اوف ثرونز بموسم جديد، الموسم السابع. في الحلقه دي حنناقش بشكل سريع احداث الحلقه الاولى دراجون ستون. بدايه الحلقه كانت غريبه نوعا ما، تقريبا بدايه مالوفه او مشهد مالوف، مشهد فيه نفس الاماكن من مشهد قديم، نفس الاشخاص، نفس الاضاءه، نفس كل شيء. حنشوف وولدر فري جالس نفس الجلسة اللي كان جالسها في حلقة الريد ويدينج اللي قتل فيها روب ستارك ومرته وأمه، وبيتكلم مع كل الفريز اللي موجودين، بيتكلم مع كل العيلة والجنود اللي قاعدين وبيشكرهم، بيشكرهم على ولائهم، بيشكرهم إنهم قتلوا ستارك، إنه قتلوا روب ستارك وأمه وحتى زوجته والجنين اللي في بطنها. بعدين تلاحظ إنه في شيء غريب نوعا ما، الجنود ما هم متقبلين الكلام اللي هو بيقوله، مستغربين من طريقة الكلام حتى اللي بيقولها. لكن على طول وفجأة نلاقي إنه كل الجنود كانوا بيشربوا نبيذ، كانوا بيشربوا شيء فيه سم، والكل يموت مرة واحدة. هنا آريا ستارك تشيل القناع ويبان إنه هي اللي كانت متقمصة ومتلبسة شخصية الوولدر فري. ما كانت أبدا مفاجأة، ما كان شيء واو أبدا مو متوقع. من بداية أول ثواني تقريبا وإنت حتتكلم وحتعرف بينك وبين نفسك إنه المشهد ده تقريبا دي حتكون النهاية. وهذا ما يمنع أبدا إنها كانت بداية جبارة للحلقة وبداية جبارة للموسم، إنه من أول شيء نشوفه في Game of Thrones هو جريمة بالكبر ده. بعدها نشوف آريا ستارك تتجه للغابة وتقابل جنود من اللانستر وتقعد وتتكلم معاها، ونعرف إنه الغرض الوحيد من المشهد ده إنه نعرف وجهتها القادمة، وإنها أبدا وعلى عكس التوقعات أو على الأقل عكس ما أتوقعت إنها رايحة لأخوها جون سنو، هي أبدا هي متجهة لكينجز لاندينج، متجهة لكينجز لاندينج عشان تقتل ذا كوين، عشان تقتل الملكة، عشان تقتل سيرسي. الشيء ده يبين قد ايه شخصية آريا ستارك تطورت، الشيء ده يبين قد ايه البنت الصغيرة اللي كنا كلنا نشفق عليها، كيف انه ابوها مات وامها مات وكيف انها تشردت، صارت بنت مراهقة عندها نزعة اجرامية دموية مهولة، كيف ثقتها بنفسها زادت، كيف بدأت تقتل، اتعلمت انها تقتل، صارت تقتل فرد بفرد، صارت تقتل جماعة كاملة، والان متوجهة عشان تقتل الملكة وفي بيتها. تطور جميل لشخصية آريا ستارك، يوضح لك انه الشخصية دي في الموسم ده حيكون لها ظهور مميز جدا، وهذا كان بداية المفاتيح حقت الموسم. بعدها نتجه لكينجز لاندينج وحنشوف سيرسي لأول مرة بثوبها الجديد وهي ملكة على كينجز لاندينج، وهي بتمشي على أرضية مرسوم عليها ويستروس وفيها كل الممالك، وبتتكلم مع أخوها، بتتكلم مع جيمي، وبتقول لها كيف انه عندها أعداء في كل مكان، وكل ما تذكر عدو بتمشي على المنطقة حقت العدو ده. جنون عظمة، كمية شر موجودة في الآدمية دي جدا جميل. هنا أخوها يطل فيها ويقول لها كيف حتقدر تواجه الأعداء دول كلهم وما عندك حتى حليف واحد. هنا يجي المشهد اللي بعده، سيرسي وأخوها بيطالعوا على البحر وأسطول كبير، أسطول من السفن متجهة عليها، ويطلع بعدين ان الاسطول هذا تابع ليورن جريجوي الخبل المجنون اللي قتل اخوه عشان يستولي على السلطه، واللي كان ناوي يقتل بنت اخوه واخوها ثيون عشان يستولي على السلطه بنفسه. هنا يدخل على سيرسي وعلى جيمي ويتباهى بقوته، يتباهى بالاسطول البحري اللي عنده وكيف انه هو افضل حليف لسيرسي. ما بيتكلم معاها ابدا على انها هي الملكه، ما بيتكلم معاها باسلوب تعظيم نهائيا، لانه هو كمان عنده جنون عظمه عالي جدا. لكن لاول مره تعرف انه هو حاط سيرسي في دماغه، مو بس يبغى يكون حليفها، يبغى يكون زوجها. وطبعا سيرسي ترفض، لكن هو يقول لها انه حيجيب لها هديه ابدا ما حتخليها ترفض بعد كده. المشهد ده ينتهي وحخلينا كلنا ننتظر التحالف ده، لو جاء التحالف ده لو صار ايش يعني، ايش ممكن يصير. المشهد ده يوضح لنا عدة مفاتيح. اول حاجة انه سيرسي ذكية جدا، انه سيرسي فعلا هي بنت ابوها. سيرسي من البداية شريرة، سيرسي من البداية ذكية، لكن كل ما له تطور حق الشر عندها بيزيد، وطعم السلطة عندها بيزيد اكتر واكتر. لكن عن نقيض تماما جيمي لانستر واللي شفناه بداية المواسم واللي شفناه بداية الحلقات، وكيف كان كمية الشر اللي عنده وكيف كان داهية، تقاقر يصير ضعيف، شخصيته صارت ضعيفة لأبعد درجة. أكيد قطع يده لها سبب، أكيد كل الظروف اللي مر عليها لها سبب، لكن ما حبيت أبدا كيف شخصية جيمي تتحول التحول هذا.
بعدها نتجه لوينترفيل ونشوف جون سنو مع شيوخ النورث كلهم جالسين في مكان واحد تقريبا زي نهاية الموسم السادس. بيقرروا مصير الشمال، ايش هي الحرب اللي حيخوضوها؟ حيتجهوا للشمال ويحاربوا النايت ووكرز ولا يتجهوا للجنوب ويحاربوا اللانسترز؟ هنا جون سنو يوضح الخطة، هنا جون سنو يحط الأهمية، هنا جون سنو يحط الأولويات ويوضح للجميع أن الأولوية هي مقاتلة النايت ووكرز، وأن الطريق لقتال النايت ووكرز هو عن طريق الدراغون ستونز أو حجر التنين. وهنا يدي تعليمات أنه الكل حيشارك في الحرب، نساء ورجال، صغار وكبار، الكل حيحارب. بعدها في مشهد إنساني بيقرروا مصير عائلتين من النورث، عائلتين من الشمال اللي تعاونوا مع رامزي، وهنا يقرر أنه هو من الظلم ومن الإشحاف انه ينسى التاريخ الطويل للعلاقة والولاء بين العوائل بسبب موقف واحد ويقرر يعفي عنهم. لكن سانسا وقدام الكل تعارض رأيه وتقول له لا، لازم الخاين انه يتعاقب وكل شخص يكون عنده ولاء يتجازب جزاء كويس. لكن هنا جون سنو يوضح للجميع انه هو ملك الشمال وانه هي كلمته واحدة حتى على اخته، ويجيب اثنين من صغار العائلتين هذه يقسموا بالولاء لملك الشمال، يقسم بالولاء لكينج اوف ذا نورث، يقسم بالولاء لجون سنو. اهم مفتاح في المشهد هذا انه اخيرا خلاص كل الشيوخ حقون الشمال، اخته، كل الناس اللي حوالينه متاكدين ومطمنين ان جون سنو هو ملك الشمال. يعني ما حنخش في المعمعة مره ثانيه انه ممكن يقلبوا عليه او اي حاجه، خلاص المنطقه دي معروف من هو السيد فيها. بعدها نتجه لواحد من اكثر المشاهد المقرفه في تاريخ Game of Thrones. هنا حنشوف سامويل تارلي أو سام موجود في المنطقة اللي فيها كلها كتب دي اللي مليانة علماء، وبيحاول يتقرب من أحد الأساتذة عشان يقدر يوصل لوحدة من المكتبات السرية اللي فيها كتب فيها معلومات كثير على النايت ووكرز مجمعة على مدى سنوات. في الأخير بنشوف إنه يسرق المفتاح من الأستاذ ويدخل المكتبة الخاصة هذه ويسرق الكتب اللي يبغاها. جوة الكتب دي بنشوف معلومات مهمة، أهم معلومة إن الدراغون ستون اللي بيدور عليه جون سنو اللي يقدر يقتلوا به النايت ووكرز موجود وبكمية كبيرة تحت الدراغون كاسل أو تحت قصر الدراغون. المعلومة دي مهمة جدا، عشان كده سام يكتبها ويبغى يرسلها لجون سنو بأسرع وقت. في نفس الوقت حنلاقي إنه لأول مرة سير جورح يقابل سام أو على الأقل يتكلم معاه، وحنشوف كيف إنه المرض اتفشى في يده كلها. بيسأل سام بيقول له هل ملكة التنانين وصلت ويستروس ولا لسه؟ ما احنا عارفين ايش اللي وداه هناك، ايش اللي خلاه يوصل للمنطقة هذه، ليه مقفل عليه؟ اكيد انه هو حجر صحي لانه المنطقة دي كلها علماء، بس ايش اللي صار؟ ما حد عارف. المفتاح هنا انه اخيرا سام صار له فايدة في المسلسل، فهل المعلومة دي حق وجود حجر دراغون تحت دراغون كاسل هي اخر معلومة حيوصلها جون سنو؟ ما نعرف. أتمنى يكون له دور أكبر من كده، أتمنى وجوده في المكان ده والكتب دي تدي ألغاز أكتر يقدر يكون فيها الجاسوس أو يقدر يكون فيها المخطط لعمليات ضد النايت ووكرز مع جون سنو. بعدين نتجه لمشهد هو أضعف مشهد تقريبا بالنسبة لي في الحلقة، يمكن نوعا ما لمني عارف كل الخلفيات اللي موجودة أو الفائدة منه ممكن في الحلقات الجاية نعرفها، لكن نوعا ما كان هو أضعف حاجة في الحلقة، هو مشهد وصول The Hound لريفرلاند. أول ما يوصل هاوند لريفرلاند هي منطقة مغطاة بالثلج، الشتاء قد وصل هنا، والمنطقة دي قد زارها The Hound زمان مع آريا ستارك. لما نوصل The Hound مع آريا ستارك المنطقة دي زمان قبل 3 سيزونات في الموسم الرابع تقريبا، كان في مزارع وبنته عايشين في المنطقة هذه. المزارع وبنته ياخذ The Hound وآريا ستارك عندهم ويأكلوهم ويشربوهم، لكن The Hound ما يرد لهم الجميل، على العكس يسرق فلوسهم ويشرد. ولما آريا ستارك تسأله ليه عملت كده، يقول لها إنه الشتاء قادم وإنهم حيموتوا لا محالة. ولما يدخل البيت يلاقي فعلا إنه الأب وبنته ميتين، لكن اللي باقي جثة متحللة بالكامل، ويقدر يستنبط إنه الأب قتل البنت وقتل نفسه عشان لا يموت جوع. نهاية المشهد تصير حاجة صراحة ما فهمتها، يمكن تبان معانا في المشاهد الجاية، ويمكن هي كانت أهم حاجة أو أهم حدث في المشهد كله، وكيف انه توروس بيتكلم مع The Hound وبيقول له طالع في النار طالع في النار عدة مرات، يبغى The Hound يركز لما يركز في النار ويشوف رؤية، الرؤية دي لجدار الثلج. ايش الرؤية بالضبط؟ ايش المغزى منها؟ ما حد عارف. المفتاح هنا من المشهد ده كله
انه ذا هاوند اكيد له دور موجود في الموسم السابع، انه ذا هاوند ممكن يتجه للشمال وممكن يوصل للجدار الثلجي. احداث ثانيه متفرقه صارت، نشوف انه بران وصل للجدار الثلجي في الشمال ويقدر يقنع الحرس اللي موجودين هناك انه هو اخو جون سنو. في نفس الوقت نشوف النايت ووكرز ماشيين بجيش كبير ومتجهين للشمال. اخر لقطه واخر مشهد هو مشهد ما في اي حوار، مشهد جيم اوف ثرونز بيستعرضوا بعضلاتهم في الجرافيكس، مؤثرات بصريه رائعه جدا. نشوف فيها دراغون كاسل، نشوف فيها قصر الدراغون لاول مره من نواحي كثير مختلفه. واحده من اجمل اللحظات اللي موجوده في الحلقه هي لحظه وصول دينيريس تارجاريان لويستروس. اول ما تنزل من البوت، اول ما تنزل من القارب وتمسك التراب حق الارض بيدها، المشهد صامت ما في اي كلمه، لكن تقدر تسمع كلام كثير، تقدر تحس بحاجات كثير من نظره عينها. اخيرا وصلت، اخيرا تخطيط سنين، اخيرا بعد المواسم دي كلها دينيريس تارجاريان ذا ماذر اوف دراجون توصل ويستروس عشان تحقق حلمها وتسيطر على كل الممالك. الكاميرا بعدين تمشي معاها وهي تدخل القصر، بدايه من البوابه والتفاصيل الجميله جدا، كل مكان مزين بعلامات للتنانين، كل مكان مزين من دراجونز، لحد ما تدخل وتشوف ونشوف العرش، عرش الدراجونز لاول مره، عرش التارجاريان. تطلع فوق وتشوف الطاوله اللي مرسوم عليها او محفور عليها رسمه ويستروس بالكامل، تمسكها تدق عليها وتقول يلا نبدا. عيوب الحلقه بالنسبه لي وهي قليل، اول حاجه مشهد ذا هاوند واللي ما فهمنا ايش الغرض منه، ممكن قدام اننا نفهم، بس كمشهد جاي كأنه تعبية للحلقة، ما هو جاي أبدا أساس من الحلقة. الشيء الثاني، أنا ماني شايف أبدا أي داعي لوجود المغني إيد شيرين، وجوده زي عدمه. يعني يمكن حركة حلوة، يمكن ناس تشوفها أوكي كسر الروتين، بس أنا صراحة شايف إنه Game of Thrones هذا عالم ما نبى نكسره، ما نبى نربطه مع أي واقع إحنا عايشينه، هذا خيال we need to protect it، هذا خيال نبغى نحميه. شكلي بالغت شوية. الشيء الثالث نوعا ما زعلت انه ما شفنا او ما سمعنا او ما عرفنا ايش خطه المذر اوف دراجونز. اوكي هي وصلت، ايش حتسوي، ايش بتخطط كل شخصيه من الشخصيات، شفنا ايش خطتها، حتتحالف مع مين وايش حتعمل، ما عدا هي. والاهم ما عرفنا القزم ايش في راسه، ايش مخطط لها وايش حيعمله. طبعا الحماس ده حيخلي الف للحلقه الجايه، بس برضو كنت حاب اني اشوف حاجه في الحلقه الاولى كبدايه موسم، كاول حلقه، دي من أقوى الحلقات، فيها كل شيء ممكن تطلبه، جريمة قتل، حوارات جميلة بين الشخصيات، شخصيات لأول مرة يقابلوا بعض، إمكانية تحالف بين بعض، يخليك تبدأ تفكر، حطوا لك البيس، دحين أنا وإنت نقعد نفكر، كل شوية حنبدأ نجيب سيناريوهات مختلفة، مين ممكن يتحالف مع مين، في حاجات باينة، في حاجات واضحة إنها ممكن تصير، لكن لو جيم اوف ثرونز علمنا حاجة على مر السنين اللي فاتت كلها، انه اي شيء تفكر فيه الان احتمال كبير يصير العكس. صح ما هي بقوة حلقة رياح الشتاء، صح ما هي بقوة معركة اللقطاء، لكنها من اقوى بدايات المواسم، عشان كده اديها بكل بساطة 9/10. كالعادة ياريت تشاركني اي تعليق عندك على الحلقة، ياريت تشاركني ايش اكتر شيء عجبك، ايش اكتر شيء توقعته، ايش اكتر شيء انت متوقع انه يصير. إذا عجبتك المراجعة، إذا عجبك النقاش، ياريت تعمل لايك، إذا أول مرة تشوفني على اليوتيوب، ياريت تعمل سبسكرايب وتشارك معايا الحلقة. أنا ماهر موصلي، أشوفكم إن شاء الله حلقة جاية.